ست عمرها 72 سنة ما تلاقي حمام تقعد فيه؟ الله بقول الكلام هذا؟ الله بقول ما تلاقي شربة مية تشربها؟ بصير الكلام هذا؟ احنا تدمر عنا الحجر والبشر والشجر، وترملت النسوان وترملوا الرجال وتيتموا الأولاد، وإيش إيش هذا اللي هذا اللي نابنا من الحروب؟ لا ملاقيين ميه ولا ملاقيين حمامات ولا ملاقيين مكان نقعد فيه، بس يقوانا من المطر. ما وصلني ولا حاجه، أولادنا مش ملاقين رغيف خبز ياكلوه. هاي الخبز اللي اليوم من اللي لسه دبرناه من شهرين، شايفينه؟ من نتفة لنتفة ينقلوا فينا، بيجي يمكن 10 مرات 11 مرة انتقلنا، وفش مش لاقين نتفة آمنة. الحياة صعبة كتير، مصاري ما فيش، عيشة ما فيش، يعني الموت أحسن من هالعيشة. مش عارفين إحنا إيش نعمل لوقتيش هذا الحال اللي إحنا فيه. كفي لحد هيك، الناس تعبت، إحنا تعبنا والناس تعبت.